العشرة أهلي، ولكن قدامنا مطب، قدامنا مطب صناعي يعني زي ما بيقولوا. لسه يوم السبت في 90 دقيقة، 90 دقيقة الكل بيعتبرها، أو معظم التوانسة، خليني أروح للتوانسة تحديدا، لأنه أنا خلال الثلاث أيام اللي فاتوا كنت دايما بيبقى معايا أحد الإعلاميين من تونس، أحد النقاد الرياضيين من تونس، دايما كانوا ماشيين في اتجاه إن الأهلي الأقرب بنسبة 90%، مش 50 60 70، لا طبعا. 90%. فكلام برضو. طيب بما اننا بنتكلم عن الاعلاميين التوانسه، معانا صديقنا وزميلنا الاعلامي الكبير الاستاذ هيثم الرشدي من تونس يتكلم معانا في هذا الاطار، يتكلم معانا في هذا عبر سكايب طبعا. استاذ هيثم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بك كابتن اسلام، اهلا وسهلا بالاستاذ اللي معك في الاستوديو، تهيألي في الاستاذ عصام شلتوت صاحبي وصديقي. الاستاذ محمود صبري والاستاذ عصام شلتوت بيسلموا عليك. منور يا هيثم. ازيك كابتن، عامل ايه؟ يا عايشك يا حبيبي، يا عايشك. لينا مده، لينا فتره يا اخويا، ما تخافناش. والله كورونا بعدتنا. معلش لكن في القلب والله، انت من الناس اللطيفه ودايما ليك اراك الحقيقه يعني. اكيد ربي يخليك وربي يوفقك، وتحياتي للناس كله، تحياتي للجماهير الاهلاويه اللي قاعده تتابع فينا الان. استاذ هيثم خليني ابدا، انا لسه كنت بسال ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري عن الاعلام التونسي، و من وجهة نظرنا أو من وجهة نظري الحقيقة هو بيصدر المشهد أن المباراة منتهية لصالح النادي الأهلي، هل ده فعلا اللي بيحصل أو هو ده الشكل اللي بيقوم به الإعلام التونسي حاليا؟ لا، إذا كان هكذا ما نقعد في تونس من غير ما نجي وغدوة معنا. لا 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 لا، هذه شوف بصراحة، أنت كمذيع في قناة النادي الأهلي وكنجم سابق في قناة في النادي الأهلي، كنت تتصور كون الأهلي كان مش يفوز في راتس 1-0؟ ولا واحد كان يتصور النادي الاهلي، خاصة في الفترة الحالية، لأنه نعرف جيدا أنه كانوا الترجي والأهلي ليس في أفضل حالاتهم، يظهر لي هذا ما أكدوه الناس كله، كانوا ما شاهدناش مباراة كبيرة، ما شاهدناش مباراة فنيا ترتقي المستوى، لأنه يعني تقريبا شوط أول كان تكتيكي بحت، معناتها تقريبا الزوز فرق كانوا معناها ضغاط، معناها الأمور الفنية وضغاط الانضباط الفني بالنسبة للزوز مدربين على أداء اللاعبين، لكن في الشوط الثاني العامل البدني والإرهاق البدني ظهر عليه الترجي هو اللي خلى الفرق، وهو اللي خلى الاولويه للنادي الاهلي، وشفنا مع النادي الاهلي اللي كان يتصرف بنتيجه 1-0، الاهلي ما اقلقش كثيرا، معناها الترجي التونسي ما كانش ضغط، ما كانش، لانه بصراحه لو كان النادي الاهلي في افضل حالاته، لو كان النادي الاهلي اهلي تاع زمان مثل ما تقولوا في مصر، كان يفوز على الترجي، لانه الترجي يومها تقريبا ما كانش حاضر في المباراه، كان يفوز على الترجي 2-3، مش هدف ليس صحيح. اذا يعني هيثم، لكن بس الظروف قبل بدايه المباراه برضو اللعيبه يعني خدت خضة سريعة كده، صحيح كله كان مؤمن، والأمن التونسي الحقيقة عمل ما يمكن أن يكون شيء يعني رائع، والجمهور هادي في كل الأحوال، وهذا حال كرة القدم، لكن لعيبة الأهلي لولا يعني خضة البداية، لا في الشوط الثاني كان ممكن يبقى حظوظ وفرة، خاصة أنت راجل يعني لفيت كتير مع الكورة، وعارف أن اللعيبة برضو جالها هاجس، أنا ما أعرفش لو دوست عن كده إيه اللي ممكن يحصل معايا يا كابتن إسلام. صح. وانت راجل نجم كوره يعني، فاكتفوا بالربحيه سريعه على اساس انه يعني افضل ما كان يعني. لا يا كابتن، اكيد نعرف جيدا اذا كان تلعب في القاهره ولا تلعب في تونس نفس الشيء، ولاعبي الاهلي متعودين يلعبوا في تونس، تلعبوا ايضا في ادغال افريقيا، وخليني ناكد لك حاجه، راهو اللي صار يوم المباراة، راهو اللي صار، وكونه صار بالعكس، كان العائدات السلبية بتاعه على لاعبي الترجي التونسي أكثر من على لاعبي النادي الأهلي، لأنه الضغط اللي تسلط على الترجي خاصة في تأخير المباراة، لأنه الترجي راهو تقريبا مجموعة شابة، مجموعة جديدة، راهو ما هيش الترجي تاع زمان، ما هيش الترجي تاع سنة الفارطة أو السنة اللي قبلها، أكيد هناك عديد العناصر اللي فما حتى ملاعبية لعبوا في الترجي التونسي ولا يوم لعبوا أمام جماهير الترجي التونسي، يعني الضغط والشيء اللي كان خاف منه إدارة الترجي التونسي اللي هو الضغط السلبي اللي تسلط على لاعبي الترجي الرياضي اللي كان أكثر بكثير من اللي تسلط على لاعبي الأهلي، لأنه مؤكد، لأنه ده جمهورهم وقلقانين عليه وقلقانين منه في نفس الوقت، أنا ما أقصدش يعني، أنا بقول لك العمل كان سريع، كانش فيه يعني قبله بداية تنبئ بشيء، جمهور اكثر حماس، الجمهور واضح انه زعلان من الترجي حتى في الدوري زي ما انت بتؤكد. لا لا كابتن، الجمهور لم يكن زعلان من الترجي، بالعكس الجمهور فائز بالدوري، الجمهور امور واضحه، الجمهور يعاول كثير، اللي صار وهي راهو اشكاليات معناها في تنظيم الدخول، لانه طبعا الترجي كانت وفرت موضوع برضه، وانت بتسخن مزعج، ما فيش شيء خطير، لكن الموضوع خد انتباه اللاعبين يعني.
صحيح، لانه لاعبيه النادي الاهلي تقريبا دخلوا للميدان وعاودوا خرجوا، لكن لاعبيه الترجي هما اللي قعدوا في عمليه الاحماء وقتها عاودوا رجعوا لحجرات الملابس، لانه بالرسمي وقتها اصبحت استحاله بالنسبه للاعبي الترجي كانوا يتنفسوا على ارضيه الميدان، لانه نعرف جيدا والاشكاليه اللي صارت هي بالكل هي كانوا الامن الوطني قرروا كانوا يقفل ابواب رادس الساعه الرابعه. لكن هناك جماهير ما زالت نعرفوا جيدا في احترام البروتوكول الصحي والتباعد، جماهير ما زالت ما دخلتش الملعب، ولهنا صارت شويه الاشتباكات ما بين الامن والجماهير الترجي هذه التونسي اللي كان المفروض وقتها حتى هي فرصه طيبه بقى مباراه العوده هتكون فرصه طيبه نتفرج على الاهلي والترجي يعني باهميه فنيه هتكون اعلى اعتقد يعني أكيد، لأنه الترجي أمام فرصة حتمية وحيدة، لأنه نكد لك مثل ما الأهلي يتصرف في تونس الترجي قادر يتصرف في القاهرة. صحيح قبيلة قلت لي هناك الزملاء اللي يقول لك 90% للأهلي، لا أنا أقول لك 50-50 ما زلت الأهلي الساعة 50-50 لأنه الأهلي راهو لغاية هذه الساعة راهو شاهدنا كل مباراة راهو الأهلي ما قدمش مباراة كبيرة، راهو الأهلي ما جاش مع صحيح الأهلي انتصر والجول شرعي والأهلي قدم مباراه بدنيا طيب. كان افضل من الترجي. طيب الكوز. خليني بس اسمع من وحضرتك معانا برضو استاذ محمود، يعني الاستاذ هيثم بيتكلم على ان الاهلي لم يقدم مباراه جيده، الاهلي هدف شرعي، الاهلي كان الافضل، الاهلي فقط عرف ينتصر، كان هناك ذكاء وكان فتنه من لاعبي النادي الاهلي ومدرب الاهلي اللي هو المطلوب ما يقبلش اهداف في رادس، ولو كان فما امكانيه يجيب جول وهذا اللي حصل له، ولهنا هذا اللي يشكر عليه النادي الاهلي. مظبوط، ولكن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هذا هو الفارق ما بين الفريق الكبير والفريق النجم والفريق البطل واي فريق اخر، اللي هو كيفيه استغلال الفرص. لا ترجي لا استاذ هيثم بس لا 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 طبعا يا هيثم طبعا لا كابتن اسلام اكتر واحد عارف على فكره. لا اصل الثلاث ايام اللي فاتوا مثلا اي حد بيجي يسالني يقول لي الترجي، وهنا على الهوا لو حضرتك متابعنا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا كان بعض الاعلاميين التونسيين وبعض الصحفيين التونسيين ما بيخشوا ويعملوا معانا مداخله كانوا بيقولوا لي انا تحديدا لو حضرتك رجعت للثلاث ايام اللي فاتوا ان الاهلي الاقرب الى الوصول الى الدور النهائي لان الترجي سيء. اتقال لي كده هذول ما همش مكشخين. خليني اكمل لحضرتك. ولكن دايما كان ردي ان الترجي هو الفريق الثاني او ثالث اكبر فريق في افريقيا من ناحيه البطولات، الترجي واحد من افضل الفرق في افريقيا، الترجي واحد من افضل الفرق في تونس، الترجي سيظل دائما اسمه الترجي مهما حدث سيظل هو شيخ الانديه التونسيه. الكلام ده انا قلته على الهوا، والكلام اللي حضرتك بتقوله ده تحديدا 50% و50% هو ده الكلام اللي انا قلته، ان هذه المباراه 50% 50% يا استاذ هيثم. اسمع تعليقك يا استاذ. الترجي بطل نسختين 18 و19 بالظبط كده، ما تقدرش تقلل منه يعني. لكن بالزبط. هو اللي انا عايز اقوله لك حاجه واحده، انت بتقول مش ده النادي الاهلي بتاع قبل كده، لا الاهلي بيبدا مرحله ثانيه جديده مع تكوين فريق عاوز يبني. الاهلي لما بنى وراح افريقيا وسيطر عليها في فتره من الفترات كانت النقطه الاساسيه انك تعرف ازاي تفوز خارج ملعبك. مظبوط، ودي يعني دي الفكره اللي بان عليها مانويل جوزيه كل انجازات الاهلي، انه خلاص كسر الحاجز النفسي واوجد ده اللاعبين والجيل الذهبي الفرصه ان هم ايه بيعرفوا يلعبوا خارج ملعبهم، والفكره دي توصلت. انت هنا مع جيل جديد كسر اللقطه دي، بدات مع مباراه الوداد على فكره. مظبوط، المباراه المهمه الوداد في السيمي فاينال كانت ادت ثقه، عمل كده رد فعل بقى في مباراه العوده، مباراه كبيره جدا، والوصول للمباراه النهائيه مع الوداد السنه اللي فاتت. انا بكلم الوداد السنه اللي فاتت. السنه دي كسرت برضو الحاجز رغم انك انت ادائك في الادوار التمهيديه ما كانش بالصوره المطلوبه، لكن ايه كنت برضو بتجمع شتات الفريق بصوره في ظل الاصابات وفي ظل غيابات وفي ظل حاجات غريبه بتحصل مع الفريق، لكن المدير الفني قدر يعمل روتيشن. مباراه الترجي في الذهاب مباراه الكثير كان خايف من التوجه، ولما فاجئ الترجي الجميع بانه هيحضر الجمهور كله كان متوقع ان الجمهور هيحضر. نعم. لكن الاهلي خرج من المباراه باللي هو عايزه. صح، يعني انك انت نقطه مباراه الذهاب، تخيل بقى العكس لو كانت انتهى 1-0 لصالح الترجي، كان يبقى العبء والضغط الكبير جدا على النادي الاهلي هنا في ملعبه، خاصه انه كمان هيلعب بدون جمهور. لكن انك ترجع من تونس وفي معقل الترجي الكبير بنتيجه 1-0 اكيد الحسابات هنا هتبقى مختلفه. الترجي هيجي هيلعب بكل يعني هيربي بكل اوراقه في الملعب، لكن اعتقد لعيبه الاهلي وبقياده موسيماني لديهم القدره على انه حسم المباراه اللي هتكون صعبه جدا
في ظل ضغوط كبيره جدا، ما حدش يقدر يتنبأ بالافضليه رغم افضليه الواحد صفر، لكن هتحسمها على مدار ال 90 دقيقه ان شاء الله. الحضور الذهني للاعب الاهلي وتجهيزهم بالصوره واخراجهم من حاله الضغط اللي هو تسريب شعور ان المباراه اتحسمت وانه خلاص الاهلي صعد، لا الاهلي ما صعدش. نعم. لسه الاهلي قدامه 90 دقيقه اعمال شاقه محتاجه فيها جهد كبير جدا ان شاء الله حتى يصل الى الفاينل باذن الله. استاذ هيثم، يعني استاذ هيثم معانا مظبوط؟ استاذ هيثم عايز اخد رايك برضو. الترجي في هذه المباراه، المباراه القادمه بقى، خلينا نروح للمباراه القادمه، من وجهه نظرك كيف ترى طريقه لعب الترجي في المباراه القادمه؟ بمعنى انا فريق كبير، فريق عظيم، ليا جمهوري، ليا ناسي، ليا مريديني، ليا محبيني، واتغلبت 1-0 على ارضي. كيف يفكر المدير الفني معين الشعباني في المباراه القادمه؟ ساعة في تعليق بسيط كابتن اسلام، اكيد ساعة لو في مستوى مثل هذا، خاصة في دور النصف نهائي ابطال افريقيا مع زوز فرق تقريبا زوز الافضل في افريقيا اللي هو الاهلي والترجي، راهي تنتفي المساحات وتنتفي الارضية الميدان ونبتعد جيدا، لانه شفنا ضغط جماهير الترجي كان بالعكس ولد ضغط سلبي على الترجي، وقبل معناتها والتاخير بساعة كان عائد سلبيا على الترجي التونسي، لانه في مستوى مثل هذا، في مستوى مثل زوز فرق هذوما ننساو الملعب وننساو والحضور الجماهير وننسي كل شيء. مباراة العودة أكيد بالنسبة للترجي هذه التونسي، وأنا هنا ما شرطتكمش الرأي تقولوا لي الضغط باش يكون على الترجي، بل بالعكس الضغط باش يكون على النادي الأهلي، لأنه النادي الأهلي يعرف جيدا قيمة الترجي، يعرف جيدا قيمة مدرب الترجي التونسي معين الشعباني، يعرف كونه الترجي التونسي لما عاد من العاصمة من الجزائر في مباراة دور ربع النهائي منهزم 2-0، عاد في رادس وفي آخر لحظات ورجع 2-0 وفاز بضربات الجزاء، يعني في مثل هذا المستوى تنتفي يعني كل هذه الحسابات، وخاصة الأرضية الميدان ومباراة عودة ومباراة إياب. كما قلت لك الضغط باش يكون مسلط على لاعبي النادي الأهلي، لأنه يعرف جيدا، لأنه النادي الأهلي الشيء اللي صار في ملعب رادس مستحيل يتكرر، لانه نعرف جيدا كون الترجي التونسي باش تكون هناك رده فعل من لاعبين الترجي. معين الشعباني وهذا حتى ما صار على مستوى اداره الترجي ومدرب الترجي، نعرف جيدا كون الاصابات اللي كانت عائق كبير امام معين الشعباني، خاصه بغياب لاعبي وسط الميدان تقريبا، ايضا غياب طه ياسين الخنيسي، غياب غيلان الشعلاني، وحتى شفنا بلغيت اللي ما كانش في اوج العطاء نتاعو، ايضا عامل كون الدوري التونسي تقريبا منذ شهر الترجي التونسي لاعبيه لم يخوضوا اي مباراه رسميه، اللي خلى بعض الفراغ بدنيا بالنسبه للترجي، وهذا ما اضطر الترجي التونسي للتحول في تربص مغلق الى مدينه تبرق قبل مباراه الاياب، قبل مباراه الذهاب عفوا في رادس، ولهنا نستناو كونه رده الفعل للترجي، وهذا حتى ما اكدوا المعدل البدني للترجي باش يقول لاعبي الترجي باش يشوفوهم بوجه اخر في مباراه القاهره، ولهنا نستناو رده فعل، وهذا ما اكدوه اللاعبين الكل، حتى شفنا الجماهير اللي كانت حاضره في تمارين الترجي واللي كانت غاضبه جدا على مردود عديد اللاعبين، على غرار حمد الهوني، على غرار انيس البدري، على غرار توكي، على غرار عبد البسيط، اللي تقريبا لانه بصراحه ما نختلفوش الاثنين، وكانوا تكتيكيا الاهلي في طيلة ال 45 دقيقة الأولى الأهلي كان أفضل من الترجي، كان عرف كيفاش يسيطر على مناطق قوة الترجي التونسي ويخلي الترجي ويحد من خطورة الترجي. في الشوط الثاني أنا قلنا بدنيا هو العامل الوحيد اللي صنع الفرق بالنسبة للأهلي. نستناه وهذا ما أكدوه المعدل البدني، قالوا بدنيا الترجي سيكون جاهز في القاهرة، ومثل ما أكدنا الناس الكل مثل ما الأهلي سجل في رادس وفاز 1-0، نأكد لك مرة أخرى والشيء اللي نحكيه فيه الكل هو اللي أكد قيمة الترجي التونسي، إذا كان الترجي قادر يسجل في ملعب قادر، ونأكد لك حاجة أخرى، أي نتيجة فوز بالنسبة للمباراة الثانية للترجي هي اللي تعدي الترجي التونسي، ما تعديش الأهلي المصري. تمام. تفتكر يا هيثم انه معينا يلجأ زي ما احنا متعودين يعني في الكرة التونسية اللي هي الكل في الكل، يعني هيلجأ للهجوم كده من اللحظات الأولى بدون خشية، ولا هيمشي الماتش 90 دقيقة ويستنى فرصة الهدف يعني؟ لا كابتن اكيد، شفنا الترجي التونسي في تقريبا كل الادوار في اللي خاضها في النسخه الحاليه لدوري ابطال افريقيا، كانوا الترجي يسجل بعد دقيقه 75. نعم. شفناه حتى تاهل الهدف الثاني ضد شباب بلوزداد كان تقريبا في دقيقه 86، يعني الترجي يتريث، الترجي ياخذ وقته، وهذا اللي ما فهمناهوش في الترجي اللي هو العامل البدني اللي كان خان الترجي في يوم مباراه الذهاب. نستناو ان شاء الله، هذا ما اكدوا صبري وعزيزي، كانوا الملاعبيه باش ترجع لهم اللياقه نتاعهم البدنيه باش يكونوا في التوب فورم نتاعهم ان شاء الله باش يكونوا في مباراه الاهلي. وكما قلت لك ما نتصورش معين كانوا باش يجازف من الاول، لانه نعرف جيدا ما تنجمش 90 دقيقه تلعب ضد النادي الاهلي
في القاهره وانت جازف على النادي الاهلي منذ بدايه المباراه اكيد لهنا باش تخسر. دونك نتصور كانوا معين الشعباني باش يتريث، لاعبي الترجي عندهم التعليمات الواضحه اللي المباراه هذه مباراه للفوز ليس للعب، مباراه تتربح ما تتلعبش نقولوا نحن مباريات الكبار كده فعلا. استاذ هيثم انا بشكرك جدا على وجودك معانا، وسيظل دائما الترجي هو الترجي، سيظل دائما النادي الاهلي هو النادي الاهلي طبعا، وستظل مباريات الاهلي. هو جاي من الباسه ولا لا هيثم؟ انت جاي ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره الطياره الساعه 2 بعد الظهر من تونس. انا موجود نشوفك بقى ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكرك جدا يا استاذ هيثم، وستظل دائما مباريات الاهلي والترجي طول عمره هتفضل كده ل يعني لامد شمال افريقيا. نعم ديربي شمال افريقيا. ديربي شمال افريقيا.